ينضم إلي عبر الهاتف مدير أمن مدينة غريان العميد عمر الخضراوي. سيادة العميد ورحب بك في هذه النشرة. أهلا وسهلا بك. نعم بداية سيادة العميد، اجتمعتم اليوم بخصوص المجاهرة بالأمن في المدينة، لو تطلعنا أكثر على ما تمت مناقشته في هذا الاجتماع. أولا تحية لك وللإخوة المشاهدين، مشكورين كذلك على التغطية الإعلامية لمدينة غريان عاصمة جبل نافوسة وكذلك بوابة طرابلس من الجنوب. كما تعلم أن الوضع المدينة وضع حساس جدا ومهم في نفس الوقت. لا تزال قوات العدو تتربص بهذه المدينة وخاصة في منطقة الأصابعة وكذلك منطقة العربان التي توجد فيها بعض فلول الجيش المتمرد حفتر. هذا يجعلنا دائما على يقظة تامة وعلى حذر وكذلك متابعة للعمل الأمني يوم بيوم. لا نريد أن يكون هناك فتور أو تراخي من قبل الأجهزة الأمنية وكذلك القوى المساندة الموجودة في مدينة غريان. المتابعة لعمل الأجهزة الأمنية متابعة بشكل يومي وفي بشكل أسبوعي، يكون هناك اجتماع لجميع رؤساء الأقسام خاصة النجدة والمرور والبحث الجنائي وكذلك إلى فرع الدعم المركزي مدينة غريان. أهم ما جاء في هذا الاجتماع بالنسبة لي اليوم هو ما تم إنجازه في السابق ونفس الشيء ما هي الأهداف التي يجب أن تتحقق في الأيام المقبلة. نعم. والوقوف على المشاكل والعراقيل أمام مديرية الأمن لأداء مهامها، وخاصة نحن مقبلين الآن على فصل الشتاء وهذا يحتاج إلى إمكانيات ويحتاج إلى إعداد حقيقة مسبق، بالإضافة إلى توقعات بافتتاح المدارس الأسبوع القادم ربما أو الذي يليه، فهذا كله يحتاج منا إلى الاستعداد التام. وبهذا الصدد حقيقة يعني ننور ونتمنى من حكومة الوفاق أن لا تغفل عن المدينة وأن تستمر التواصل والمشاورات مع القوى الأمنية خاصة في مديرية الأمن وكذلك الأجهزة الأخرى. نعم. من أجل تقديم الدعم التام والاستثنائي من أجل حتى لا يحدث أي فتور أو خرق أو خلل أمني في داخل المدينة لا سمح الله. نعم سيادة العميد، هل برأيك هناك تعاون أمني بين مديرية الأمن وقوة حماية غريان؟ وهل هناك أي مخاطر؟ هناك تنسيق دائما وتواصل، نحن دائما في اجتماع مستمر ومفتوح مع بعض وهناك تنسيق كامل على أعلى المستويات بإذن الله. نعم والأجهزة الأمنية على فكرة تكمل بعض البعض خاصة مديرية الأمن وغرفة العمليات وقوة حماية غريان. هل توجد سيادة العميد أي مخاطر من تقدم لميليشيات حفتر صوب المدينة؟ نحن في حالة حرب وحرب مفتوحة ومستمرة، وما حدث في البيب في الأسبوع الماضي تعرفونه جيدا. هناك محاولات لا تزال قوتنا يعني مسيطرة على تمركزاتنا وبكل حذر وحيطة، ولكن هناك لا يخلو من وجود مناوشات وأحيانا قصف بطيران العدو. نعم نعم شكرا لك سيادة العميد عمر الخضراوي مديرية أمن غريان، كنت معي عبر الهاتف، شكرا جزيلا.